غالبا ما يكون الناجحون في حياتهم من أهل الخبرة والعلم، لأنهم يستخدمون المقدمات والوسائل الصحيحة للوصول إلى تحقيق آمالهم. يحتوي القرآن الكريم على أعلى قيمة في الفكر وأرقى أسلوب في الحركة والسير الذاتي نحو التطور والسعادة. الإدارة في الإسلام مزيج من الثقة والأخلاق والتسامح والإيمان الذي يتحلى به الناس، والبساطة في القانون وفي هيكلية النظام.